بسم الله الرحمن الرحيم، اعزائنا ومتابعينا في قناتنا خربشات، جبنا لكم فيديو جديد. صيد الحيوانات بافريقيا بالسهم، هنشوف وهنتابع مع بعض. اللي قدامكم طب ظبي المياه واصابه مباشره. فلوح الكتف اصابه قاتله. شوف الامباله ويصيب السهم، شوف نازل من فوق ازاي. إصابة مميتة، خلاص كده الإمبالا ملوش أي فرصة للنجاة. شوف هنا المه، والسهم يخترق ويصيب. شوف هنا ملوش كده، السهم عدى من ناحيتين كأنه بيعد في قطعة زبد. الإمبالة ويركعها في المية. شوف 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 شوف، ضربة مميتة كده، الحيوان ملوش أي فرصة للنجاة. وسيب، شوف السهم بيخترق الإمبالة بسهولة. خلاص السهم عدى وفات. طبعا هذا مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، اللي ما اشتركش اشترك معانا، وهنوعدكم باذن الله تعالى جاي احلى واحلى واحلى واحلى, وأحلى من كده مفيش. شوف 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 الاصابه، شوف السهم يخترق الامباله بسهوله. شوف يصيب الخنزير فين؟ في كرشه. ضربات قاتلة، شوف الخنزير ويصيب. شوف 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 السهم، شوف يعد ازاي، شوف يعد من ناحيتين كده. خلاص الخنزير مالوش اي فرصة النجاة. النو 220 كيلو ويصيب. شوف اصابة مميتة، وسيبه. يا سلام الإصابة نازلة في لوح الكتف مباشرة. شوف 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 فين الإصابة، لاحظ إصابة مميتة.